بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده سبحانه، كل شيء قائم به وكل شيء خاضع له، غنى كل فقير وقوة كل ضعيف وعز كل ذليل وملجأ كل خائف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانك لا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك. كل غيب عندك شهادة، وكل سر عندك علانية. أنت الأبد فلا أمد لك، وأنت المنتهى فلا منجى منك إلا إليك. بيدك ناصية كل دابة، وإليك مصير كل نسمة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأجملان الأحسنان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، منبع الرحمة ومنهل الحكمة. اللهم صل عليه وآله وأصحابه وتابعيهم، وعلينا معهم برحمتك يا ولي كل نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، ونحن في رحاب درة الجمعة، هذا البرنامج الأسبوعي الذي ننهل فيه من معين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الذي خلا عن ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وقلنا إن ذلك المشهد العظيم الرهيب الذي سنراه عيانا يوم القيامة مشهد واقع حق، ألا وهو أن الشمس تدنو من العباد. وقلنا إن الإنسان كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم يعرق على قدر ذنوبه، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى صرته، ومنهم إلى حلقه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يغطيه العرق. وهذا العرق هو آثار ذنوب في الدنيا، فكل ذنب يذنبه العبد في الدنيا ولم يغفر يتحول إلى قطرة عرق يوم القيامة، كما أن كل معروف مقبول عند الله يتحول يوم القيامة إلى نور، إلى لؤلؤ من لآلئ النور. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم غرا محجلين، أن ينبعث النور من أكتافهم ومن أقدامهم من آثار الوضوء، لأن كل طاعة تتحول يوم القيامة إلى نور. هذا المشهد العظيم الذي قلنا ونقول دائما وأبدا إن تذكير الناس بيوم القيامة أمر مهم، لا بل هو في غاية الأهمية. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قضى العهد المكي كله، أي 13 سنة، وهو يذكر الناس بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما الأحكام، أما الفقه، فكان نزوله وكان تشريعه في العهد المدني بالإجمال، هذا ليس على التفصيل، لكنه في الإجمال كان التركيز في العهد المكي على الإيمان بالله واليوم الآخر. كان صلى الله عليه وسلم يركز عليهم في التذكير باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا علم أن هناك يوما سيأتيه وهو يوم القيامة، إذا اعتقد، لأنه يوم القيامة جاي، إذا اعتقد بمقدم يوم القيامة فسيستعد له. بل إن الذين يتذكرون يوم القيامة أولئك الذين قد أكرمهم الله وخصهم، يعني الذي يتذكر يوم القيامة الله كان خصه بخاصة ما خص بها أحدا غيره. هل هناك دليل على ذلك؟ نعم، ألم تسمع إلى الله جل جلاله وهو يقول إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. اصطفينا الأخيار، الله اختار الأنبياء وقال ميزتهم عن الخلق بخالصة. ما هي الخالصة؟ ذكر الدار، أي أنهم يتذكرون الدار الآخرة. واجبنا نحن أن نذكركم بيوم القيامة. حين تسمع لطبيب يتكلم فسيتكلم لك عن الطب، وحين تسمع لرياضي يتكلم فسيتكلم لك عن الرياضة، وحين تسمع السياسي يتكلم فسيتكلم لك عن السياسة. أما نحن واجبنا أن نذكركم بالله واليوم الآخر، أن نذكر أنفسنا أولا ثم إياكم. ألم تسمع إلى قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ عملنا أن نقول اسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله لا إلى ذكر غيره جل جلاله. فذلك الموقف العظيم في الآخرة في يوم القيامة حين تدنو الشمس من العباد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الناس
فيبلغ الناس من الجهد والتعب ما لا يطيقون، من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. نسأل الله العافية. تدنو الشمس، نحن شمسنا هذه القريبة منا اللي تبعد عنا 8.9 بالعشرة من دقيقة ضوئية عنا، إذا اقتربت قليلا لن نستطيع الوقوف تحتها، فكيف بتلك الشمس التي تأتي يوم القيامة؟ وقلنا هل هي شمسنا هذه أم شمس أخرى؟ لأن الله قال إذا الشمس كورت، وقلنا لعل تكويرها سيكون بعدما تقوم بهذه المهمة في هذا الموقف. يقول صلى الله عليه وسلم: يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. موقف رهيب، موقف صعب. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. كلهم خايفين، لكن المؤمن في أمان. عندك أصناف، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملهم، حاول أن تكون من هذه الأصناف حتى تستظل. فالمخرج من ذلك الموقف الرهيب هو ظل الله، المخرج النجاة من ذلك الموقف العجيب العظيم الرهيب هو ظل الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله يظل عباده فيه، في هذا الظل. ألم تسمع إلى الله جل جلاله وهو يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر، الخوف العظيم، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لما الشاب في يوم زفاف والناس يقولوا اليوم يومك، لما الخريج يتخرج طالع أول على الكلية الناس يقولوا اليوم يومك، هذا معنى يوم القيامة. نحن نتكلم عن يوم القيامة ليس من أجل أن تخويف الناس ولا من أجل الترهيب أبدا، بل نريد أن نقول أنت أيها المؤمن حين كففت أعضاءك عن الحرام وحجبت قلبك عن ما سوى الله سبحانه وتعالى فأنت على خير. يوم القيامة هو يومك، هذا يومكم. الملائكة تقول لكم هذا يومكم، كأنه عريس في يوم عرسه، كأنه خريج في طالع أول على الكلية والكل متباهى به، يقولوا له اليوم يومك، هذا يومكم. يوم القيامة هو يوم العرس لنا نحن المؤمنين، لأن خلصنا من الدنيا وعنائها، سنقابل ربنا جل جلاله ووجه نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن في خير. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبد أمنين ولا خوفين. ماكو، هي معادلة عند رب العالمين، يقول ماكو أمنين سوا ولا خوفين سوا. ما معنى هذا الكلام؟ يفسر النووي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المرفوع عن ربه جل جلاله، فيقول: فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا ما دار بال شنو يوم القيامة يا معود، فمن أمنني في الدنيا خافني يوم القيامة. ألا إن الله عز وجل يقول: أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن في أمان من الخوف يوم القيامة إذا عاش في خوف من الله في الدنيا. هذا الموقف الرهيب حين يدنو الناس، تدنو الشمس من العباد، فيخرج الله عز وجل أصنافا قبل أن يعرقوا، يخرجهم فيظلهم في ظل الله، في ظله جل جلاله. قيل هو ظل العرش، وهذا يعني هذا هو الأرجح وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، فقال: من أنظر معسرا أو محى عنه أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. في حديث آخر: في ظل العرش يوم القيامة. فهذا الظل هو ظل العرش. بعض العلماء قال لا، ظل آخر، ظل جديد يخلقه الله، لأن الظل العرش كبير جدا، العرش جدا جدا كبير، يسع السماوات والأرض، والكرسي اللي تسع السماوات والأرض العرش سعها، فما ممكن عرش عظيم ظله قليل. لكن نحن مع النص النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ظل العرش. تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن بعض الأصناف، وسنكمل الحديث عن هذه الأصناف بعد هذا الفاصل، بعدما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. درة الجمعة، كنا نتكلم عن ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وسنبدأ بالحديث عن الأصناف السبعة المشهورة المحفوظة التي يتباهى بها المسلمون، والحديث المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقبل أن نخوض في الحديث، تعالوا لنقف عند كلمة سبعة. هذه السبعة ليست للحصر، ليست للحصر، فالأصناف كثيرة وكثيرة، بعضهم أوصلها إلى 70 وبعضهم أوصلها إلى 20. وتكلمنا في اللقاء الذي مضى عن صنفين من تلك الأصناف: إمام عادل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. الإمام الحاكم يعني صاحب القرار، والإمام العادل هو كل من يحكم عشرة فما فوق، كل من يلي أمر عشرة فما فوق فهو إمام. وكلمة إمام يعني صاحب قرار، يعني مسؤول بلغتنا العادية، بلغتنا المعاصرة. أي إنسان من أدنى سلطة إلى أعلى سلطة إمام عادل، أن يكون عادلا. بالمناسبة هو أصعب عمل يقوم به المؤمن في الدنيا، أصعب عمل، والله أعلم، هو هذا أصعب عمل، أن يكون إماما عادلا. لأنه سنوات تحكم رعية بمئات الآلاف وبملايين الأشخاص، ولازم حقوقهم واصلت لهم، ولازم أنت صابر عليهم ومحال مشاكلهم ومؤدي اللي عليك معاهم، وعينك ما رايحة للدنيا، ولا أخذت البنوك ولا ملأت مصارف سويسرا بأرصدة، ولا رحت إلى كذا ولا رحت إلى ليالي ما أعرف إيش، وبقيت. أصعب عمل، أصعب عمل، أصعب العمل. لهذا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا ينام، قليل النوم، مرات يعني يحكم النوم بالنهار فيقف ويستظل تحت شجر وينام، كما القصة المعروفة: عدلت فأمنت فنمت. ينام قليل. قال ليش؟ قال: إن نمت في النهار ضيعت الرعية، وإن نمت في الليل ضيعت نفسي مع الله، لأن الليل لله جل جلاله. فالمهمة صعبة جدا. إمام عادل، ما معنى أن يكون الإمام عادلا؟ لو جانا مدير مدرسة هو يحكم المدرسين اللي معاه ويحكم الطلبة، يعني هو بهذه المعنى، يعني هو مسؤول عنهم، وقال: ما معنى أن يكون إماما عادلا؟ ولو جانا مدير عام وسأل هذا السؤال، ولو جاء وزير، ولو جاء حاكم، ولو جاء ملك، الكلام يختصر بهذا القول: أن يضع أمر الله في موضعه، أن يضع أمر الله في موضعه، أن يتبع أمر الله فيضع كل شيء في موضعه. هذا معناها، يعني تخاف الله بكل قرار، تخاف الله بكل كلمة، تخاف الله بكل فعل، تخاف الله بكل حركة. لا قرارات عشوائية، لا قرارات عن صادر عن غضب، لا قرارات صادرة عن ردة فعل، بل كل أمر يصدره يخشى الله فيه قبل ذلك. هذا معنى أن يكون إماما عادلا. لأن هناك نقطة مهمة جدا يا كرام، لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أفضل الناس إمام عادل. ليش؟ لأنه أصعب مهمة الإمام العادل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الناس منزلة عند الله إمام عادل. الإمام العادل هو حصن الأمة، هو الحصن الذي يحفظ به المجتمع. قرار خاطئ آلاف من الناس تتأذى، وقرار صائب آلاف من الناس تنتفع. هناك معنى أريد أن أوصله لكم هاليوم، وهو أن لكل أحد مأخذا، كل إنسان له مأخذ. إذا أخذ من هذا المأخذ خسر الدنيا والآخرة، أو خسر الدين والآخرة، نسأل الله العافية. ما هو المأخذ؟ يا كرام، نشبه كل إنسان ببيت. هذا البيت محصن، فعنده البواب محصنة، باب السطح مقفول بأحسن أقفال، مثل ما باب الحوش مقفول بأحسن أقفال. لكن إذا خلى نافذة فارغة فإنه أعطى مأخذا للصوص أن يسرقوا داره. هذا معنى مأخذ. الشاب مأخذه أن يؤخذ من عفته، المسؤول مأخذه أن يؤخذ من قراره. يعني تاجر يصلي وصوم لكنه بالتجارة يغش، يقول له: أنت أخذت من مأخذك، مأخذك أن لا تغش في التجارة، مأخذك أن لا تغش في التجارة. موظف يروح يصلي لك ويرجع السجادة يمه، يقوم يصلي ويرجع، هو يأخذ الرشوة وهو يهين المراجعين. أنت أخذت من مأخذك، مأخذك يا مسلم. كل مسلم عنده مأخذ، لم ينبغي أن يحرص على لا أن يخترق، لأن إذا اخترق هذا المأخذ خلص. يعني أنت كملت أقفال الباب وأقفال أبواب البيت كلها، لكن تركت شيء مفتوح، ستسرق، ستخترق.
هذا المأخذ الإمام العادل مأخذه تخسر جميعا إذا أخذ الإمام العادل، يعني أخذ يعني دخل منه واخترق إلى ما يضر الدين والآخرة. اللهم عافنا يا رب العالمين. إمام عادل مهمته صعبة جدا جدا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على القاضي العدل العادل ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى لو أنه لم يحكم بين اثنين في تمره. يوم القيامة من كثر ما رب العالمين يسأله عن كل صغيرة وكبيرة، عن كل توقيع وعن كل ختم وعن كل قرار وعن كل جلسة وعن كل وعد وعن كل عقد وعن كل مشروع. لما الله يسأل إهنوك يقول على لو أنا بالدنيا كنت إنسان عادي أجابني على هذه. ليش؟ لأن السؤال عظيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. شوف الإسلوب النبوي الجميل. وشاب نشأ في طاعة الله، هذول يجون يدخلون في ظل الله يوم القيامة. وشاب نشأ في طاعة الله، هذا الشاب يا كرام هو زينة. الآباء الأمهات العقلاء يعلمون أن الشاب الذي ينشأ نشأة دينية طيبة نقية صالحة يكون خيرا. هناك بعد اجتماعي في مسألة الشاب النشأ في طاعة الله، أن المجتمع جميعا سينتفع من الشاب الذي نشأ في طاعة الله. طفل بالخامس ابتدائي حريص على صلاته، حريص على يروح على صلاة الجمعة، حريص على قراءة القرآن. طفل بالسادس ابتدائي كذلك. وبالمناسبة ليس المقصود فقط الذكور، الإناث أيضا. البنت لما تشوفها بالسادس ابتدائي وهي ترتدي الحجاب لأنه صار وقت الحجاب، تشوفها كأنك ترى زهرة، كأنك ترى قطعة من نور. تلبس الحجاب وتحافظ على الصلوات وما تتكلم حتى مع الأولاد في نظرة أنه هذا حرام، وهو هذه التربية الحسنة الصحيحة. هؤلاء شباب نشأوا في طاعة الله. الشاب الذي ينشأ في طاعة الله يكون ناجحا، يكون ناجحا، يكون مؤديا. هناك شاب في السودان عمره 16 عاما 16 سنة في قرية نائية عن المدينة، في قرية فقيرة جدا جدا جدا، يتمرض الأب ويأخطر الأب وخبروا على ما خبروا، وين إسعاف، وين أكو سيارة، وين عما صعبة ماكو مستشفى يمم، ويأخذون الأب وينقلوه على ما وصلوا العاصمة، وصلوا المستشفى الأب كان فارق الحياة. فالطبيب قال كلام، قال هذا لو لحقتم له كان استلحقناه. هذا المريض لو كان أكو مستشفى قريب عليه كان يمكن نستلحقه. سبحان الله. وتقع هاي الكلمة في قلب وأذن هذا الشاب المعلق بأبيه، قل أبوي لو كان أكو مستشفى قريبة عليه كان لحقنا له. ويعقد العزم على بناء مستشفى ويظل ينشأ في طاعة الله، يدرس ويتعلم ويروح يجي، يروح إلى مدرسته كيلومترات مسافة عن بيته في سبيل أن يتعلم، لأن صار عنده هدف وراد يصل ويصل ويصل. وصار طبيب، صار طبيب كبير، ويبني المستشفى في قريته شيء فشيء، بلد فقير. أكمل بناء المستشفى وعمره 80 سنة 80 عاما عمره، وأكمل بناء المستشفى. وبعد المستشفى بستة أشهر مات. تحقق الحلم، نشأ نشأة صحيحة. يا كرام، الشاب الذي ينشأ في طاعة الله خيره له ولنا جميعا. كثير كثير من الآباء يشتكون من أبنائهم، قل له أنت ما أسست بنيانك على تقوى من الله ورضوان. أسس بنيانك، أنشئ أطفالك على طاعة الله، على الصدق، على الإخلاص، على القرآن الكريم. طعمهم حلال راح ينشأون، ترتاح أنت ونحن نرتاح المجتمع. كثير من الآباء مشاكلهم كثير، يشكون من أبنائهم. والله أحد الآباء يقول على الولد الله ما أعطاني هذا الولد، وكثير منه يقولون هذا الكلام. سبب التنشئة، نشئهم على القرآن، سينفعك في الدنيا، وحين تنام في قبرك تأتيك دعواتهم. الذي يؤسس بنيانه على تقوى من الله ما مثل يؤسس بنيانه على غير شيء. اللهم عافنا يا رب العالمين. تكلمنا اليوم يا كرام عن صنف الإمام العادل وعن صنف الشاب الذي نشأ في طاعة الله. عندنا 5 أصناف أخرى سنكملها بمشيئة الله في الحلقة التي تلي. أسأل الله عز وجل أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إلى اللقاء الآخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.